خبرتي البسيطة في المجال هذا، أنا أعتقد في خلل في وضع الخطط الاستراتيجية، إن ما تخاطب الجمهور بطريقة عقلية الجمهور. في عندك كذا مسؤول مسك التنمية، بعضهم يؤمن أن أعطي الصحافة الخطة كاملة وخليها ينشرها بالجرائد. طبعا انت لما تنشر الخطه كما هي، ويسمعوني المسؤولين كما هي، والشعب هذا يعني طارد، خلي الناس ترفضها. انت لما تضع شيء للصحافه او للاعلام او تبيك تكسب في الجمهور، ابي تحب توجه الجمهور لقبول هذه الخطه، يجب ان تخاطبه باللغه اللي يحب يسمعها، اللي يحب يستسيغها، فتعيد صياغتها. في بعض المسؤولين ياتون يقول لك انا ما ابي احد يسمع الخطه، ما ابي افتشل وياهم، سووها خلص وقدموها حق مجلس الامه، خليه يعتمدونها ونقدمها حق الوزارات للتنفيذ. هذا نوع ثاني، واحد عندك فيري اوبن يقول لك قدموها لك الناس كما هي، والاخر يقول لا، لا تقدمون اي شيء، خلوها تتم بس بين المعنيين. وياتيك واحد مثل الوضع اللي احنا فيه الان، يقول لك لا، درسوا لي كيف نقدمها للجمهور، كيف نخاطب الجمهور فيها. فعلا الان موجودين في بعض الاخوه المستشارين في الاعلام متخصصين، اوجه لهم التحيه، انهم الان واضعين كل جهودهم لكيفيه وضع هذه الخطه او هذه الفكر التنموي امام الجمهور وامام الاعلام وكيفيه استساغته. ما راح اقول تسويق الخطه، لان كلمه تسويق خطا، هذا شيء توجيهي، انت قاعد تسوي شيء لمصلحه المجتمع. لكن لما تسوقه يعني كأنه هو سلعه، هو مو سلعه، هو شيء انت قاعد تخدم فيه المجتمع، فلازم يكون في ناس متخصصين في طرح. واعتقد الان في اتجاه، هذا من واقع تجربتي، اتجاه الان لهذا المجال. نعم ابو يوسف، في هذه المشاريع وهذه الخطط، هل في مبادئ معينه مثل مبدا الثواب والعقاب، مبدا تسريع محاسبه المسؤولين على التنفيذ او عدم التنفيذ او التاخر في تنفيذ الخطه، هل في جايد لاينز او في نقاط محدده، ام انه مجرد انه والله خطه ونبي ننفذ؟ في الخطط يعني نظريا يفترض ان الخطه تضع شغلتين، شغله اساسيه كيفيه او اثبات ان هذه الخطه شفافه، فبالتالي معيار الشفافيه معيار اساسي، وتضع خطط تنفيذيه لهذه الشفافيه، ما هي الخطوات المطلوبه حتى تكون الرؤيه واضحه وخطه واضحه والكل يتقبلها. اثنين، يجب ان تكون كل خطه فيها معايير عقاب وثواب، كيفيه محاسبه ومراقبه الاداء. الان يعني يجب ان يكون هناك نظام موجود، ويعني وانا مو بس اوصي، أثني على من يتبنى مثل هذه الأفكار، أن لازم في حساب ورقابة على أداء الخطة. لما تعطي مسؤول تقول له هذه خطتك اللي أنت قدمتها أو اللي احنا قدمناها لك، عندك أنت مسؤول، عندك 4 سنوات تنفذها، حط لي خطتك التنفيذية، أعطني برنامجك خلال كل سنة، ايش راح تنفذ وايش راح تحقق من الأهداف. مثلا خلينا نقول جهه معينه مطلوب منها تعين كذا كذا فرصه وظيفيه، تخلق خلينا نقول كذا فرصه وظيفيه، تخلق كذا فرصه استثماريه، تخلق كذا فرصه مثلا مكانيه او مشاريع. فتعطيه انت تقول الهدف هاي لازم تحققها، عندك 4 سنوات بس من واقع خطه تنفيذيه تحاسب انت في اسمها الديليفربلز، يعني مستلزم انه يقدم شيئا ينجزه على ارض الواقع وتحاسب عليها. 500 وظيفه بالسنه، تحقق ال 500 وظيفه. انجاز البرامج او خلينا نقول الخدمه هذه، بدل ما تخلص باسبوع حق المواطنين، انت راح تخلصها بخمس ثلاث ايام، 3 ساعات، راح تقلل الدوره المستنديه، تضع تقول هذا انا راح وتحاسب عليها. اذا ما حقق ما تجدد له، تكلم على السلامه، من تكفو او لم تستطيع. قد تكون كفاءه بس ما عندك المقدره لتنفيذ هذه الخطه. لأن مطلوب من المعني أن يضع الخطط التنفيذية لهذه البرامج التنفيذية لهذه الخطط، زين، ولازم يحاسب عليها أكيد. إذا ما يحاسب يعني من أمن العقوبة؟